طيب خلينا بس نتكلم بكل مصداقيه شويه. اكيد مش هنبقى ما بين يوم وليله بنقول ان احنا عندنا، لا احنا مش يعني هكلمك بكل بنجلد الذات يعني، بس احنا بنتكلم واقع في المباراه يعني. احنا بنتكلم دايما احنا لما بيكون في سلبيات لازم نقولها طبعا، احتراما للناس اللي بتتفرج علينا، احتراما كمان لقناه النادي الاهلي. احنا قناه النادي الاهلي، لكن احنا حريصين كمان ان النادي الاهلي يظهر في احسن صوره. خلينا نتكلم بكل امانه في بعض الانتقادات على موسيماني، مفيش شك، واحنا بننتقد موسيماني من خلال اللي احنا شايفينه من بره. يعني هو كمان خلي بالك المدير الفني بيكون ليه رؤيه مختلفه شويه، لكن النهارده ايه اكتر السلبيات اللي نقدر نقف عندها، وخاصه ان احنا لسه مشوار طويل لما بنتكلم على سلبيات، وكمان نبرز ازاي السلبيات دي تحل، ممكن ده يكون كمان لصالح الفرقه يعني. طبعا انا زي ما قلت لحضرتك، شوط امام المقصه، شوط اول امام المقصه، شوط اول امام الانتاج، مباراه وادي دجله، مباراه البنك الاهلي. الراجل بيبرر كلامه بان هو بيجرب وبيدي الفرص للكل متساويه، يعني عشان يشوف فرقه وكاس العالم للانديه وعاوز. انا يعني من وجهه نظري كراجل كمتابع مش كده يعني. الواضح انه الاهلي بياخد الشوط الاولاني كانه كنوع من التجربه، وتلقى فرقه ثانيه في الشوط الثاني لما تتزنق بتطلع كل اللي عندك فين، بس مش مع كل مره هيفضل الامر. خلي بالك انت تدريجيا طالع للمواجهات الصعبه، يعني انت عندك مباراتين مهمين جدا في مشوارك، المقاولين العرب بعد كده بيراميدز، ودول الماتشين اللي قبل كاس العالم. كاس العالم مباراتين يعني، جاي لك في وقت زنقه وجاي لك في وقت يعني يتحطوا لك كده، يعني هو ترتيب الجدول كده. اعتقد التبديل الكتير يا كابتن خاصه في الخط الامامي مش واضحه، وعدم تثبيت راس حربه واضح بيؤدي للي انت شايفه، للصربعه، للتسرع، لعدم التركيز، لحاجات كتيره جدا. كرات العرضيه النهارده محمد هاني ما عملش، يعني مش عاوز اقول ايه، ما فيش كره عرضيه من ناحيه اليمين. حتى علي معلول النهارده برضو بعيد يعني، في عدم تركيز شويه، رغم انه حاول وبذل مجهود وراح بواحده من الحاجات اللي بيتميز بيها علي معلول، ان هو بيروح لك في قلب منطقه الجزاء، تلاقي شايط لك واحده كده من الحاجات اللي هو غير يعني انلاكي بصراحه. يعني بصراحه يعني لكن عاوز اقول لك الاداء النهارده من وجهه نظري رايح لسكه انه في عدم تركيز، في لعب بشكر وسكين، اللعيبه كده بتلعب كده كانه ضامنه المباراه، هتجيب هدف في اي وقت، في ما احترمتش المنافس بالصوره المناسبه. دفع نتيجته انك انت لما خرجت من الشوط الاول وقلت لا ده هنخلص في الشوط الثاني، الكوره مش كده، ممكن النهارده يبقى مش يومك. ما هو في كذا فرصه، في يعني كذا فرصه. تفتكر ان يمكن لعيبه النادي الاهلي كانت يعني ضامنه ان ممكن في اي وقت هتجيب جول، وبالتالي الوقت سرقهم، وبدا اكبر خطر على فكره، وبدا التسرع. لا بدا التسرع، خلي بالك اكبر خطر. عاوز اقول لك على حاجه، مش المشكله انك بصيت ل 500 تمريره و600 تمريره، الكوره في الثلاث شبكات، في بين الثلاث قوائم، يعني ما جاتش جول خلاص مش هدف. انت عندك برضو كابتن خلي بالك، لاحظ الكوره العرضيه ضربات الراس كلها ما فيش خالص، حاجات غريبه. ليه بنحط الكوره في الارض؟ يعني الفرصه بتاعت مش فرصه، مش بواليا بس، لا وكمان وبدر بنون، بس بدر بنون يعني ماشي يعني راح ليها. لكن انت عاوز يا كابتن، اللي انا عايز اقوله لك يعني انت كده خسرت 4 نقاط في بدايه المشوار. يعني ايه؟ يعني ممكن تقعد الموسم كله تخسر 6 نقاط بس او 7. لسه المواجهات الثقيله لازم تبقى عارف ان من حسن حظ الاهلي النهارده ما واجهش فريق مثلا يمتلك التحول السريع من الخلف للامام ويخطف هدف. ده لو البنك الاهلي خطف هدف ما كنتش عارف ممكن كده ما بتعرفش تتعادل. ثانيا حلول الفرديه يا كابتن، النهارده مشكله عندك واضح، ما فيش يعني ما تعرفش في ايه في اللعيبه النهارده. يعني هو طبعا النهارده ممكن يكون مش يومهم، يعني احنا مش هنهدم المعبد، بقدر انك انت مطالب كمدير فني انك لازم تقف مع نفسك، واللعيبه تقف مع نفسها انه خلاص مشوار المسابقه الدوري، الوضع السنه دي مختلف يا جماعه، العين كلها على النادي الاهلي، خدت الثلاثيه فكله هيقعد لك. انا مش هروح لجزئيه التحكيم دلوقتي خالص، انا اروح للفرقه. الفرقه لا، الفرقه محتاجه لا تفوق اكتر من كده.